السلام ورحمة الله وبركاته. الله يفتح الله يفتحك. امين يا ربي يا الله يكبر بك. الله يعزك. الله يفتحك. الله يكبر بك. الله يحفظك اختي. امين. الله يعزك. الله يحفظكم اختي. بارك الله فيك. واسمح لي واخا. لا بالعكس لا بالعكس. كاين حتى مشكل. عندي واحد الحاجة. بالعكس الله يكبر لك. هذا انت غتقرر واش يخرج عند الناس ولا يبقى. المهم انت صافي من بعد نقول ماشي مشكل. بارك الله فيك. جزاك الله خير. ولكن معليش. الله يرحم والديك. تفضل. ماشي وجهك ماشي شي حاجه ولكن لا اله الا الله. كاين مشكل عندي ما عرفتش مش غنبداو ما عرفتش من غادي نحكي. هذا خير وبركه. الله يعزك. بسم الله. ما عرفتش مش غادي نبدا شيخ. المهم انا عندي كنت غادي نكتب شي حاجه ولكن كتبت واحد الورقه مي مكتوبه بالمن ما عرفتش كيفاش نصح لك. كتكون كتبه مزيانه في الاول ولكن من بعد كتكون بحال غير مرجله. وكان هذا في البوست اللي كنت غادي هذا هذا سلمان الله يجازيه بالخير. كان في زعما شي ماكس ميم لا ماكس باش نقول لك. انا نقدر نقول لك راه داكشي اللي شفت غير فهاد الايامات اللي بعدا كاين هاد الصباح مورا الفجر هكذاك ولا قبل كاع قبل من الفجر حيت ما عاودتش عاودت رجعت نعس. كان شويه د القيام بعدا الحمد لله من قبل ما كان مكانش كيكون. بعض المرات كيكون ثلاث ايام في السيمانه هكدا ولا شي حاجه. بعض المرات كيكون مستمر. بعض المرات فاش كيكون ربما تيكون الضغط عليا هكداك ما كنقدرش نفيق. من البارح كان الحمد لله ماشي ثلاث ايام قبل كيكون غير الفجر بزز وصافي. سيرتو حتى فاش كيكون راجلي معايا كيكون كنحس بالضغط كثر من ملي كنكون انا بوحدي انا وولدي. ولكن كي كنهز الثقل على الحين ما كيقدرش يعاوني بالليل ولا يدير الصلاه ولا يدير القيام. ماشي الصلاه ما كنقولش انايا مي كيدير هاد الزربان انا كنقول لي زعما عاوني شي شويه. مي ما كنقدرش كنحس بالضغط اكثر من اللي ما كان ملي كنكون غير بوحديتي. مي انا كنشوف بان واحد سمح لي واخا نقول لك كاين واحد الراقي عندنا في السفلي بان خلى شي حاجه ديال بنته ولا ولده بحال الشكل تاع النجاسه تقدم الباب. وديجا كنكونو شي احلام خايبين بزاف بينا وبينو. واخا العلاقات بينا زعما السلام كلام اسم الله خلاص ما عنديش شي حاجه معاه ولا حتى شي حاجه ولا حتى هو كان ماشي الاخلاق ديالو ماشي بحال ديال الاسلام ولا واخا الحياه وهذا الله يسمح لي. مي داكشي انا كيبعدني بزاف ما كيقربليش من واحد هذا من جهه. ولكن ما عرفتش واش غنقول لك اشيخ خويا انا ولدي ما كرهتش يكون معايا. مي ما قدرش ما قدرش. انا كنت كنتسنى باش يجي ما قدرش. قلت له انا كنت ديك موعيت قال لك لا ما نقدرش دابا انا ما حتقلني حتى من بعد. راجلي انا قلت له واش تقدر انت تمشي دابا في بلاصتي تقدر تنو. قال لك لا ما نقدرش دابا عندي هادي وهادي وهادي. ولأن عرفت بان واخا يدير خاص برنامج هذيك تقرا فيه سبب كمل عند الله سبحانه وتعالى. مي خاص واحد الجهاد باش يلاه تقدر توصل للمبتغى ديالك. انا عرفت واش ما غاديش يقدر يدير ديك يقدر يجي الروكي في الصباح ولكن في العشيه صافي خلاص غيعاود يرجع لعادته اللي كان قبل. ما عرفتش ما قدرتش كيفاش نص. المهم شيخ الله يجازيك بالخير. انا شفت بان كاين عندي شمهاروش كانه صحيح الحين هذيك الحاجه اللي بحال يعني داخله في شي ما بحال شي. المهم شي بلاصه فيها شي حاجه ديال المتاهه كنلقى عاود نطلع ونعاود نهبط نلقى نفس الدار اللي كنضر فيها بحال ديك الحلقه هكذا مغلوقه. جابني حتى واحد لاسانسور هكذا هبط انا كنشوف فيه عطاني شي حاجه قال لك خاصك تميزي ليا باش تطلعي. انا كي شفت دوك الفلوس اللي عطاني فيهم بحال الله سبحانه وتعالى وراني شي حاجه من مورا دوك الفلوس بحال هي مكتوبه بالطابعه سمعت نقول لي انايا هذوك الفلوس راه فيهم طاسم. قال لي كيفاش عرفتي ويوقف عليا. قلت ليه ما عرفتش. قال لك خاصك تقول لي كيفاش وقف. قلت ليه ما عرفتش. يمكن شمهاروش كاين حمو هادو هما اللي بانوا ليا دونك خلي تكون منظومه هي داخلها شي بشي. وشو المشاكل اللي كتعاني منها نتيا؟ شنو نقول لك الشيخ انا الا شتني ساكته غتقول هاد السيده ما عندها حتى شي حاجه. تشوفني واقفه تقول هاد السيده ما عندها والو. ولكن الله اللي عالم بيها من كل شيء.
ما عرفش انا الا كنت حتى انا سبب درت شي حاجه الله يغفر لي، ولكن الحمد لله انا لا من صغري ولا من كبري ما عنديش شي حاجه اللي غتغضب الله، راني ما درتهاش حتى ما عرفت كيفاش نشرح لك، حتى البصره ديالي راه كان ما عرفتش انا كنخاف لها اكثر من اي واحد اخر، ولكن باش نقول انا يا ما عرفتش كيفاش نقرب لك حاجه، راه ربما نقول لك انا نفهم الناس، يقدر واحد يكذب قدامي اللي يشرح داكشي اللي وريتينا الله يجازيك بالخير، راه نقدر نقول لك انت عندك ولا في 25% في الحال نقدر نشخصها لي، انا حتى ما نقدرش نشخصها. طيب شنو كتعاني شنو كتعاني؟ شوف يا شيخ انا حنا فاش كنا صغار معناتها بعدا المهم انا نقدر ندير هاد الجلسه بوحدي غير نهضر وصافي ما عنديش انا مشكل، واخا ما تكونش حتى رقيه انايا بالنسبه للرقيه اسمح لي واخا كندخل في الهضره. لا ما ماشي مشكل، الداخل ديالي ملي قدرت انا الصمت اللي عندي كنلقى ماشي هكذا مستفي الافكار ديالي، كنلقى كان بغيت نجبدو كنجبدو هنا الله المستعان ما عرفتش والله بزاف والله ما عرفتش مش غنبدا لك. طيب نقدر نسولك واش نعاونك؟ حياتك الاسريه كيف هي؟ كان الانفصال قبل من القطر اليماني وحنا منفصلين معاه، ما كانت عندنا واحد الحياه سعيده جدا زعما في الطرف وكل شيء، ولكن دغيا تقلبات راسها على عقب، ذاك الوليد اللي كان هو صاحبنا وكل شيء ما بقاش، واخا كنا كنمشيو للخارج ونمشيو وكل شيء، مي بحال هكتي هداك الشيء عاد رجع هكذا ما بقيناش كنعرفو، تيقول لك لا الفيصل وخا نفصلو الام على الاب ما غتبقى العلاقات بيناتهم ما كاينش مشكل، الفيصل كيجيبو الله تيقول لك لا ما تمشوش عند وليدي ديالكم ما تشوفوش، ما عنديش البنات اللي يخرجوا ما عنديش هادي ما عنديش هادي، ولكن ما عرفش بان مسكين راه خرجنا ديريكت للشارع منا الله سبحانه وتعالى، مي والحمد لله ربي حفظنا وكل شيء لا اله الا الله، مي ما كاينش الاب ما كاينش جدود من الام ولا الاب ما كاينينش الله يرحمهم، جيت تشوف الاخوان كلهم تقريبا شي سبعه ماتوا، بقاو غير جوج بحال ما كاينش في الحياه، واحد راه في باريس مع مرتو نصرانيه وهذا بحال ما كاينش، كاع هذا خالي الاخر اللي انا عاد دخلت هو من الخارج، المهم ما كيسولش مسكين حتى هو، الا ما سولناش حنا ما يسولش، جيت عرفت شنو اخر العمام تاعي ما عنديش، عندي غير واحد من الام حتى هو راه توفى مشى، انا كاع باش اتصلت بيه مسكين سول فيه قال لك شحال كي دايرين ولادك ولا كذا، انا عندي وليد واحد عمي، المهم هذاك مشى حتى في الحياه ديالنا ما كانش كيدخل عندنا، هذا ما كان راجلي ما عرفت انا بغيت نشوف فيه الاب ديالي وخويا وولدي وكل شيء، مي واخا كنروح حتى نعيا كنلقى راسي ما عرفتش كيفاش نشرح لك ما عرفتش اش مهم، انا عندي حياتي معقده بزاف وما عرفتش فين نبدا، ديجا اختي هي كان عندي غير جوج خلفات مورايا انا بقى فيها الحلو بلا بكات كنبكي علاش ما جاش على اختي وليت حتى ونكونوا جالسين حتى هي تشوف تقول لك لا سيري دير رقي راسك وديري هذا ما كاينش ليها، وانا راجلي تلقاه بعيد ما كاينش شي حد بحال دابا تندعي معاهم تقول لها ربي كمل عليهم بالخير علاش راجلي ما يجيش ويجلس حتى هو هنايا ويعاونني يد بوحدها راه ما غاتصفقش ما كاينش، ولدي خلاص انا تنهضروا علاش نهضر حتى راجلي ما عرفتش داكشي ما نقدرش نقول لك انا واش حتى حتى الا كان ديال العبد راه تيكون من نفس تاع الانسان ماشي الشيطان غادي يجيو يشدوا علينا حنايا، الا ما كانش واحد مناصب منا حنايا كيكون كيتعاون منو شي شويه، اما الا دخل الصدود راه الحمد لله ربي كيعاون، ما عرفتش اش كتنقول الشيخ والله. الابن شنو العذر ديالو الان؟ لا العذر اللي عنده ما كيقدرش يسمع رقية ما يقدرش يجلس ساتو ديالك الشيخ ما يقدرش، انا ديما تنجي حدا بالعاني هكذا ونجلس ندير شي رقية يقول لك لا عفاك نقصي شويه الصوت كيما اللي واخا ولا ندير القيام ونبدا نجهد صوتي انايا غير باش في لاكور هما باش يسمعوا على الاقل، غير اما الراجل تقريبا شي عام وهو يلا عاد ولا عاد جا، ولكن حتى ما كيعقلش انت مشاي انت جاي انت سبحان الله واحد الحياه شحال في الابناء واحد شحال مرض طبعا ديال 24 عام دابا علاش ما ولدتيش فوق ما نقدرش نقول لك اش واش من نفسي واش من الناس اللي حنا حدايا اللي دايرين بيا واش الله اعلم، فاش انا حيت حتى ولدي فاش جا ما كانش الاعياد ما كانش مناسبات ما كانش داك الفرح، والراجل كيشد مزيان وكلشي وحنا داك الساعه الا لقيت ما ناكل راه لاباس عليا نقول لك صراحه اللي كاين الا عطاني حتى 10 درهم تيقول لك اش درتي بهم واش ما درتش مشات بدون ما شقات النفس، هو راه كيدخل فلوس وخدا كريديات وكلشي الحمد لله، انا مكنهضرش على واحد المرحله كندست خيبه مي هاد عام ونص تقريبا
اللي هو زعما الحال الحمد لله رزق الله رزقنا من حيث لا نحتسب اللهم لك الحمد لله. من قبل كانت واحد الحاله حتى وصل بان الدار غادي تمشي للسيزي وهذا الشيء فاش بديت الرقيه حتى الدار غادي تمشي للسيزي وهو غادي كان عليه كان غادي يتشد هذا رصيد اللي بان بالشكل بدون رصيد في البطار شدو وسبحان الله العظيم ديك الساعه انا سمعتها في ودني كونكور الراجل غادي يتشد وسبحان الله هادو الموديلين ديالو اللي كبار هما اللي فكوا تشد في الصباح والعشيه خرجوا قال لك راه الراجل غادي يجي عندك عاد كنسيف كازا ما تحركي ما والو هادي راه من سابع مستحيلات ومع ذلك ما كيتعلمش انا اللي كيضرني في خاطري واحد كيتعلم كينوض وكيتعطر في الحياه ولكن راجلي ما كيتعلمش ما اسمح لي واخا كنهضر ما كاينش هادشي اللي عقله استغفر الله العظيم يا رب الغلط اللي كنت انا درت اللي زعما درت انا في حياتي بان ماشي انا بغيت راسي انا حنا داك العالم فاش كنا عايشين اجا بنتي كان عندنا خوتي كنحيو بخمسه كل واحد كيجبد العين صراحه ماشي لك الحال كانت نعيمه ما حتى شي حاجه حتى خوتي تبدلوا 100% اللي شافني كاع ما يعقلش عليا واش انا هي هادي تيجي مسك البيت يقول لك مشيت لواحد البلاصه قبيله كان كيحيدوا العين والحسد حنا هادشي دابا كنت انا نايضه على شي حاجه اخرى مي ملي كنمشيو كنمشيو جماعه انا راجلي واختي كلشي كيمشي هذه هي اما باش نقول نذبح شي حد بسميتو ولا بشي حاجه حنا ما عارفينش هذاك حتى ديال المكناس راه عرفتو غير بطريقه ديالك الشيخ الله يجازيك بالخير ما كنعرفو لا هذا السميه نسميو على نذبحو عليها ولا هذا ولا هذا مي الظروف اللي كانت كنتلقى ما عمرني مشيت انا نقلب على شي واحد بوحديتي ما نعرفش اصلا الا ما كانش اختي تقول لك اجي عفاك راه حنا عاجلين انت اللي غادي تقابلي ولا انا نجي هذيك الساعه قبل ما يمشيو للخارج دابا انا اختي اللي كاينه هنا ومع ذلك ما كاينش داك التفاهم سبحان الله تلقى راسي بعيده ولا انا اللي فيها الديفو تنطلب الله يقومني زعما ما نعرفش ما نقدرش نعيب الناس كامل نبقى انا يا مزيانه ما يمكنش المهم انا كنهضر هكذا كناخذ بالمنطق وكنخدم شويه عقلي طيب انا نقدر نسولك باش الاحلام اللي عندك شنو الاحلام اللي عندك احلام المشكله انا عندي في الاحلام كثر بزاف ولكن تقدر تكون في الاول كيكون براكين بزاف ولكن كنبقى من ندوز مره اخرى كنكون المرحله الثانيه كانوا البراكين بالحق فيهم بحال قلت الغبره والحجار كثر كبار يكون طاحوا على شي حد ما غيم المحل واش غادي يبقى بخاطر تاعهم ولكن انا تنعلمهم تنعرف كنعاود نحل مسلك اخر وكنعلم الناس ديالي اللي تحت لي اللي في السطح في السطح باش نقول لهم راه كاين هذا المهم هذه من جهه كاين بزاف سيكون بحال قلت الدار هكذا كتكون في شي حريقه ولا بحال قنبله بوطه تفرقعات ولا الشجر هذا الشجاج كيتحلوا تيطروا بداك الريح والحصى يا الله امر يا زيد شنو اخرى تاني اعطيني غير الاحلام دابا احلام كي كان بعض المرات شاف لو سمحتي كيقول لي اعتداءات ولكن انا ما غنقول لك شنو كاين حيت ما كاينش لايف كاين معليش اوكي كتبيها ما يمالش تخليها تلم ربما تنفعنا هاقدي ما واش نكتبها هنا تتفصل كيكون الاعتداءات ياك ولكن واحد السيد كان جا بحال جا بحال عندي غير خيال انا كنت نعس هكذا فواحد ستاري هكا بحال جا هكا بحال لابس شي سلاح كاين انا غير الملامح ديالو كان بحال كتي طايف كلو شي جنود هكذا بحال غادي انا كنحس براسي يديا تهز الفوق بدون ما نقدرش بحال طايح عليا شي حاجه في كتافي ما نقدرش نعاود ندير المهم ديك الساعه صافي سالا ومشات سالا ولكن ما كنشوفش الاعتداء مباشره اسمح لي فهمتك صافي واضح الأمة هذا من جهه حسن قرين كيكونوا إما الدار كتحرق بزاف ولكن كانوا بزاف الصراصير تحرقوا وعاود ولكن نطلق الحرق ماشي الحرق عادي بزاف الصراصير تحرقوا وعاودتاني بحال ساحة المعركة كيكون كنشم انا بحال شي لحم تيتحرق تنقول لهم شكون هذا تقول لك ربي يجي نطلبوا واحد الكونتينر كبير
في عزكم الله كلاب كثر قلت لهم لا تلقوا صراحهم يتحرقوش وغادي كيعرجوا من الحرب هذيك المعركه بحال دات عليها الحرب ماشي هادي من جهه كنشوف بزاف الملوك حسن الثاني و محمد السادس مي اخر مره شفت محمد السادس ما كاينش في الزيت العسكري ديالو كاين بحال شي واحد نقدر نقول استراليا ديما تنقول هاد السميه ما عرفتش انا ما تي بحال قلتي الملك تيكون في مقام شويه داير مي هو اللي عطاه كرسي صغير كنبقى كيسول فيه بحال قلتي وبحال قلتي هو مريض وبحال قلتي داك الغزو وشد داك الملك المهم ما عرفتش الفكره كتكون وصلت للشيخ شويه من تماك ما عاودش شفتوش مي الجد ديالي ديما جد من الاب ديما كيبان ديما انا معاه في القبور بزاف المقابر بزاف وواحد المره الاخرانيه اللي حلمت بحال قلتي جبدو بحال شكل تاع لي زاسونسور اللي كيطلعوا هكذاك الفوق ولكن ملي جبدوه كنقول لهم فين مشى قال لك راه مشيتو داك اللي انايا داك الخوف وداك الرهب اللي دار في عباد الله قلت له انا مايمكنش مشيتو داك كيفاش بحال قلتي سلام ولا شي حاجه بحال هكا هذا ماشي ولكن قبرت على الوالده ديالي تاع جد الوالده الاب ديال الوالده ديالي كان مصبوب بالكحل وكانوا خوالي كيتقاسوا وما عرفتش غنقدر نقول لك كان واحد خالي مسكين بحال تقاس شي ما هو مريض ما هو ولكن تقاس بحال تاع القرايه حيت في الاخر ديال القرايه مسكين وبقى هكذاك حتى مات انا شفتو هاد الايامات بحال تينزف من جهه اليمنى واليسرى غادي الماء هكذا حيت انا قمت واحد القيام كان شويه مشاهد وغادي داك الدم انا كنمشي كنحاول نضمد ليها هذيك البلاصه باش ما تعاودش تنزف كان زعما عزيز عليا بزاف هذاك السيد حتى لدرجه بان مات واخا ما حضرتش القبر وكان عندي واحد الخوتين في كازا واحد 16 مشي بحال حضرت فيهم وعرفت البلاصه فين كاين وحتى الادم كان كيخرج من القبر تاعو وداني كاع حتى دورني حتى شفت الوالد الله يرحمه ما قال لك المهم واحد القصه طويله سمح لي يا شيخ راني ما ماشي مشكل سيدي لما شنو الايات اللي كيعثروا فيك من وقت القران شتي يا شيخ نقول لك انا عندي واحد المشكل في شكل الايات دابا نقدر نقرا هاد الايات تاع النصارى مثلا غادي نتاثر وغنبكي فيها ولكن نقد كيفاش غنعاودها وراه بحال ما كاين واحد صافي فهمت واضح تقدر نلقي تصنت تاثر بها اليوم واحد شويه ما تاثرش بها ابدا بحال ما كانش ولا بحال نقول هذه هي ديالي راه غنعاودها مي كنعاودها صافي فهمت واضح فهمت شو كيوقع لك في الرقية؟ ونقدر نقول لك دابا حتى سناني دابا بحال مقزين هكذا بزاف عندي مشكل في السنان بزاف وحتى هاد الأيامات كاع فاش كنت صايمة وكلشي كان بحال باغي يطيح وأنا ديجا أصلا شحال من واحد طاح بدون سبب تهبطو هكا الطبيب تيقول لك أنا ما عنديش مشكل خوتك مراض؟ أساس لأن واحد كان مدير وكلشي وفي الآخر عاود رجع أسفل ساكن عاد دابا طعم وشا هاد الشهر اللي فات خويا الاخر كان عنده شغل لك في البلاد كان المشروع ديالو كلشي مقاد ولكن دابا يا الله بحال هكا بدا بالزيرو يا الله اختي قرا عاوتاني عندها مال القرار كيما يقولوا اللهم زدها يا ربي ولكن ما كتحسش بهذا وحتى العلاقات ديالنا دخلوا ما عرفتش غنقول لك انا ما كنقدرش هذاك الاحتكاك بزاف هكا هما كنحاول كنصبر كندير ولكن ملي كتوصل واحد الحد كنعاود نرجع هذا تنقول يا ربي راه كاش هذا شنو عندي في قلبي ما نقدرش نزيد انا القدام علاش حيت كاينه مضره ليا في نفسانيا وما قدرش بحال قلتي واحد صبر بزاف ما نقدرش نزيد ولا واحد كلمه تكون شنو وصلت الفكره شيخ ولا شي اوقات كيدير لك الحال شي اوقات كتزيري كثر نعم فرات لي ما فاش خديت الغوندي فورا كان واحد الضيق في صدري واحد جات القلب شحال من واحد جات عنده التخطيط يقول لك ما عندك حتى شي حاجه حتى في كورونا فاش دازت عندي حيت الشهر 8 دازت عندي واحد كورونا خايبه ولكن انا شفت فيها قضيه حيت انا دخلت ب 20% وواحد اللي كان حبس راسي في الدار واحتياطات وكل شيء سبحان الله هذيك الطريقه باش جات كلهم كيقولوها ديك ما عرفتني جاتك خلاص ستجدر الله يجازيهم بالخير مي فاش خرجت انا خرجت تقريبا 50% الطبيب ما قدرش يجي عندي يقول لي باش كتحسي بيها كنقول الحمد لله ولكن من بعد واحد الحلمه كانت بحال واحد اسد لا انا كنت لابسه بحال شقد ابيض
وكان عندي واحد التربيه في ظهري ومحز معها هكذايا. كان شفت واحد اسد في الجبال في القنت هكذا، ولكن في بحال شكل ديال الصنوبر بحال الغابه. تيقول ليها تيقول لواحد داك اللي معايا اجيبها لهنا، تيقول لها لا ما غاديش تمشي تما، غتخرج من هذا الباب. ديك الساعه انا داك بحال قلت ضرب برجلي بحال قلت زنزال ديال 4 فريشتار ولا اكثر، تحرك كلشي وانا ناعسه في الهوبيتال. ديت ساعتها كلشي انا رديت، قلت ربما داك الزائر ديالو اللي غادي يدير غادي يسمق ليا ودني لي في ودن ولدي اللي في ظهري ولا بنتي. المهم انا داك التيلان عاود رديت قدامي وسديتو هكذا وديناتو باش ما نرفعش الاذان. بديت كنأذن حتى الاخر، وذوك لي زاباري كلهم انا جبدهم تما كاين هكذا عندي. من موراها تحسنت مع سبحان الله. هذه كانت بزاف. وسيرتو هذا ديك كورونا هكذا ديك المعاناة كلهم، ماشي هذاك انا كنشوف ماشي ديال المرض. اللهم عينا يا طيب فرقي، شو كيطلع عندك في الجين؟ شيخ انا ما درتش تشرب، انا درت عند اكادير كي درت تشخيص ما عطانيش شي حاجه اللي هي زعما اكثر من قال لك عندك ديلا وصرا. انا عرفت داك الاشاره تعلمنا منهم الله يجازيك بالخير يا شيخ. وكان قبل فاش يلاه جيت الاناسي عند عبد الله، هذيك الساعه ولدي وراجلي كلهم دخلوا. ديك الساعه فاش طلبنا الحجامه عليها تلاقيت انا ما درت لهنا حنايا هنايا صافي. عاود من موراها ما قديتش نقدرش باش نقابلك انت يا شيخ اسمح لي. عاود مشيت عند واحد السيد نقدر نقول سميته ولا ما نقولش؟ لا لاش لا سميه. انا فاش دخلت عنده دخلنا عنده قال لك المهم انا حيت علاش اسمح لي ولدي كان عنده اسر ما كيقولهمش للوالد ديالو، دونك تيقولهم لي انا خصني نحافظ ليه على قرارته. قلت للسيد شنو عندك؟ غادي ندخل مع ولدي وندخل مع راجلي بوحديتنا. قال لك ماشي مشكل. واحد زدت اللوازم ديالو دخلنا، سليت مع الدري خرجت للطوموبيل. انا مشيت مع الراجل الاخر قال لي باش نقاش انا ما عارفاش ديك الطريقه باش جميل كلا انت خسرتي ليا كلشي صافي. دار واحد بحد بحال هكذا علاش؟ حيت واحد خاصك تعتبره مريض ما عرفت شي حاجه حتى تشوف كيفاش داير بعدا اساسا. وقال لك لا راه داكشي دار وقت يا سلام مثلا حتى ربع ساعه كبا. قال لك شنو باش كتحسي؟ انا ديجا راه الحراره وصلت ليا ما عرفت، انا كنحس براسي راه بزاف باش حاطه حوايجي فوق ذاتي. قال لك لا راه شوف شحال قلت لها انا راه ما نقدرش. قال لك لا علاش؟ قال لي ما تقدريش تعطيني اشنو عندك؟ قلت لها شوف اسمح لي انا غادي نمشي نعاود نولي صافي. هذيك هي الرقيه اللي انا درت علاش، حيت الاسيستون اللي كانت في تما ديك الساعه الله يعاونها ويهدي ما خلق ويهدينا جميعا. وديك الساعه اول وقت الجماهير اللي دخلت عندك هي تما فاش عطيتك ذاك الملف ديالي صافي وبدات المسيره ديالي. طيب غادي ندير واحد التشخيص ان شاء الله، تمدي ليه ان شاء الله باذن الله وان شاء الله يكون خير. يلا بسم الله ان شاء الله تعالى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تمدي ورفع التوحيد. بسم الله بسم الله بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. نحمده سبحانه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جمعنا الله جل وعلا على الهدى وعلى النور والخير والبر. طبتم وطاب معشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. رسائل موجهة بإذن الله جل وعلا إلى كل واحد وحد الله تعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والرسائل من الله تطرى وتغلى علينا بالبشر والخير،
نسأل الله تعالى أن يوقظنا من رقاد الغفلة والسبات وأن يجعلنا ممن هم أهله وخاصته بما يحبه ويرضاه. ذلك الفضل من الله، وفضل الله عز وجل علينا كثير، فضل الله عز وجل علينا كثير، الخير من الله عظيم وكثير. سمعنا ما سمعنا وعلمنا أن المعاناة وصلت إلى حد عظيم في العقول والأفهام وفي العين والأقدام كقدوم الأرحام حتى على النسل والسلالة. وأذكر من سكن هذا الجسد وأعلم أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، الله عز وجل لطيف بعباده، وحين امتن الله جل وعلا عليها بالقيام حينما امتن الله جل وعلا عليها بالقيام هذه منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه منة ونعمة من الله عز وجل. وحينما فتح الله عليها باب الذكر والطاعة هذه منة ونعمة من الله عز وجل. وجب أن يبين ويعلم أن العناة عليها من شر الأبالسة وملوك الجن والشياطين، أن الفتح في باب البر والطاعة والعبادة وقلب الله عز وجل خير كبير. وأسأل الله تعالى بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعل ما فتح عليها باب الخير والبر والطاعة نفعه متعدد إلى الغير في بدنه حتى إلى شمحروش وحرقه إلى الملوك والحكام والساسة والسادة والقادة والأسود والثعابين أصحاب الثمال والتجار، وهم الآن في الأبدان حباهم الله بالعقول، كل واحد منهم يسمع الآن ويعلم كلام جيد. الله سبحانه وتعالى في الأولاد هو الذي خلقهم، الله الذي خلقهم، حباكم الله تعالى بقوة لا ينكر هذا، وبطاقة لا ينكر هذا، وحباكم الله تعالى بملك لا ينكر هذا، وحباكم الله تعالى بجند لا ينكر هذا. هذه نعم من الله تترى والتوالى على كثير ممن خلق وفضلهم تفضيلا. خلق الله عز وجل جعل الله تعالى التفضيل بين الخلق كما جعلوا بين الأيام والسماوات والأعياد والمناسبات والأنبياء والرسل، فضل الله جل وعلا. وأنتم الآن في هذا المدن شمعوش، اسمعني جيدا، سرك في هذا الجسد العظيم، وأنت الآن تسمع، سرك عظيم، سرك عظيم. يقول لي إن سري على البطن والرحم والأحشاء عظيم. قال نعم، مر اليد على البطن والأحشاء والأمعاء وقال أصدقت وأصدقت. فسره على بطن أمها أو على بطنها ووليدها، مقره في بطنها وفي أحشائها وأمعائها ورحمها ومظاهرها. إنها مباركة، حباها الله تعالى بطيبة النفس والقلب والروح
والخلق، وزاد الله تعالى فينا بالعبادة والبر والتقوى والخلق. وهذه منة من الله بمن شاء من خلقه، هذه نعمة من الله. قال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم، صح أم لا؟ فإذا كانت مباركة ما قلت الآن فالأولى أن تتعاون معها على البركة لا على محقها، أن تعاون على الخلق العظيم لا أن تؤذيها في خلقها، وهي مرابطة صابرة ذاكرة شاكرة قانتة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، يقول نعم صدقت ورصدت. أجل صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صابرة محتسبة، وأنت تقر أنها صابرة محتسبة بمعنى أصيبت ولكنها صبرت. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا في سبيل الله فصبرت كثيرا. أوذيت في زواجها فصبرت كثيرا. أوذيت في حملها وولادتها فصبرت كثيرا. أوذيت في مالها ورزقها فصبرت كثيرا. ها؟ ويرزقها الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب. أضاع ربها فعوضها الله خيرا في مال زوجها. أضاع ربها مع ما كان لها الأعداء فأجى الله تعالى بعلها وزوجها. أطاعت ربها فاستجاب لها. أطاعت ربها فأكرمها وأحسن إليها. مع أن الزوج مقصر في جنب الله في باب الله لكنها تدعو معه. وهذا خير زاد، هي الزوجة الصالحة تثبتك ويثبت الله غرزك بدعواتها وبطاعتها، ويرزقك بصلاحها ودعائها ومناجاتها. الله أكبر. سرا وعلانية وينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية. الله 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 الله.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأنت معها تدعو معكم بالصلاح والاستقامة والهداية والإسلام. من معي الآن؟ شمعروش مرحبا بك، وأنا كذلك أقدره وأحترمه. ويجب أن تكون أنت معنا كذلك في هذا الحب إن شاء الله. أتعبت أنفاسكم. نعم. أنتم عليها كتلة ومنظومة. أنتم من كان يصدها عن هذا الجمع الطيب، عن العلاج. طيب تدبون عنها وعن زوجها وابنها، جزاهم الله خير. لا أريد أن أتب عنها، لا هي تتب عنكم، يعني عن الحق. أبشر. الآن من الآن شمهروش، كم سنة وأنت فيها؟ قولوا أعلم منك، كم سنة وأنت فيها؟ سنوات كثيرة. طيب، شحال من عام أنت فيها تقريبا؟ أتعبت أنفاسي وأنا ساحرة. كيف؟ أتعبت أنفاسي وأنا ساحرة. أتعبت أنفاسك وأنت ساحرة. تسحرها وينجيها ربها. الله الله، ما أقوى من هذه الكلمة، ما أقوى. والروح الطيب ينجيها مولاها. الله الله. ما قالت قبل ثواني، قالت لا أريد أن أتقن أنفاس شيخي. أبشر أبشر شمهروش، كم سنة وأنت فيها؟ منذ الصغر. بأي سحر دخلت؟ أنت شمار الساحر. أنت ساحر عليم. بأي سحر؟ أبشر. طيب بأي سحر، بأي سحر دخلت هذه الجسد، هذا الجسد؟ أقول لك هي أسحار كثيرة متراكمة. قل لي، أنا أسمع شمهروش، أنا أسمع. أسحار في القبور. في القبور، نعم. في الفيلا والصغار، ومن والدة زوجها، وهي تحسن إليهم من الحدب، تحسن إليهم وحيرانها لا تستطيع أن تحمل شيئا، كأنها ما يعني أسحار قديم منذ الصغر من والدة من زوجة الأب. منذ الصغر هناك أسحار، منذ الصغر وهناك أسحار بعد القبور، هناك أسحار في الصغر. من من قلت لدي سحر؟ هناك أسحار من والدة الزوج، هي لا تتعب. والدة الزوج، طيب. للذلة والصغار في أي، بماذا صنعت هذه الأسحار؟ طيب باش تصوبت هذه الأسحار هذه؟ باش تصوبت؟ هناك لباس أثر، الملابس والأثر، كفن
الكفن. الكفن. شم هروش، أنت دخلت بسيح الكفن مع الموتى منذ الصغر، وأنت ساحر وتعترف أنها أتعبت أنفاسك. حاولت أن تؤذيها لكن تغلبت عليك بطيبة نفسها وأخلاقها وتعاملها، وهذه قوة عظيمة جدا. طيب أبشر، وما الذي يحول بينك وبين الهداية والإسلام؟ من هو فوق؟ أنت تعلم؟ هناك من هو فوق؟ باش حمو. ابحث لنفسك لا أن أقول لك. طيب أبشر، لكن قبل أن أبحث ونغوص في من هو فوقك بإذن الله جل وعلا، أريدك أن تفهم أن الله عز وجل يرجو لك الخير شمعروش، أن تكون حاكما عادلا شمعروش. هذا الذي أنا أريدك الآن أن تحتفظ به لنفسك، وإن شاء الله أن تسعى فيه. أول خطوة، أي نعم، أن تكون ملكا عادلا بفضل الله جل وعلا، وأن تكون حاكما بالعدل شمعروش. أبشر، أريدك أن تكون قويا في الحق والعدل إن شاء الله تعالى، فأبشر بها. أريدك أن تسمع الآن وأن تعي جيد الآن، وأن تعلم أن الله عز وجل لطيف بعباده. ما أجمل أن نتأمل في لطف الله سبحانه وتعالى الذي يحيط بنا وإن أسأنا وإن عصينا. الحمد لله، الحمد لله. ولهذا أنت الآن قريب من الحق بإذن الله جل وعلا بنور حباه الله تعالى إياها، فشع بداخل قلبها وفؤادها، فأنت كذلك تأثرت به مع رغم كفرك، لكنك تخشى بما هو فوقك من الكفر والسحر والقهر، وهو الباشا حمو. ولهذا إن شاء الله تعالى نجعلها الآن بإذن الله تعالى جلسة تشخيصية تامة مع علاجية بفضل الله موفقة، وتكون الرسائل الآن موجهة إلى الكبير، وهو صاحب اللحم والدم وصاحب الذبح والدم وصاحب العشق والدم، الباشا حمو. رسائلي موجهة إلى الكبير الذي تحته قائد وحاكم كبير وهو شمعروش. رسائلي الآن وجهها إلى ذاك إذا كان خادمك شمعروش خوي حاكم ملك ساحر وأنت أعلم رتبة، فاعلم أن الله تعالى جاد عليك بالنعم الكبيرة حينما تسلم لله تعالى، وحينما تدعو من معك إلى طاعة الله سبحانه وجل في علاه، تمص من دمها وتشرب دمها وتقتات من دمها وتغذى من هالتها ومن قلبها وبطنها ورحمها ومبايضها.
أنت الباشا حم عليها سما وسحرا وكفرا وعشقا. أنت الباشا حم الآن صاعد كالسكران. أنت الباشا الحم الآن كأن عليك البراكين والزلازل والصواعق. أنت الآن لا تصح حتى على القيام أو الاعتدال أو الاتزان. أنت حينما صعدت الآن تختلف تماما اختلاف الجذرية الكلية عن شبه هاروش لقواتك في بطنها وهاتك السوداء. شباشا حمو الباشا حمو الذي سمى على تاجها ونفوخها وضع تاجا على قلبها وتاجا على ناصيتها وتاجا على رأسها. الباشا حمو يسمع الآن فاصعد بإذن الله تعالى صعودا تاما واسمع كلام. هيا الباشا حمو طاعة لله جل وعلا. الباشا حمو من سحر سحر بالذبح والدم والأدفان والسلاسل والأغلال وكذلك سحر على الموروث سحر على السلالة فلا زال موصول. فاسمع الباشا حمو قائل بالنياشين وقائل بالتنجان ويقول هكذا قائل بالنياشين وبالتنجان قائل على ملوك الجن قائل على كبار الجن. باشا حمو صعد لله جل وعلا فمن أصعد فمن جلاه ومن بيناه ومن أظهره دينه الله. هذه رسالة جل الله بها باشا حم الآن وصعوده وجلوسه جلوس الملوك الكبار. أي نعم حينما صعد شمهروش لم يجلس هذه الجلسة لكن حينما صعد الباشا حم جلس جلوس الملك وضع القدم على القدم كأني أنا أعلى مطلبا من شمهروش والكلام معي يختلف عن الكلام مع غيري وأقول مرحبا بك. مرحبا بالباشا حم الباشاوية الحموية الحماوية. لا ما كنت حكش لا بغيت غير بغيت لا بغيت غير نعدل الجو معك. أعلم أنك قوي أعلم أنك قوي تأكل شريحة. لا أريد أن تأتي لك بهذا. لا أريد أن تأتيك بهذا. الحمد لله أنك وجدت لك أنك أكل شريحة وكرمك. أنا كنا ناكل عادي أنا سكر على الله وأكل وين المشكلة؟ لا أكل عادي جدا أكل شريحة عادي أنا أقبل الهدايا وأكل والحافظ والله الحمد لله نستطيع الطيبين ما يأتي عندنا أشرار. طيب الباشا حمو تسمعني قوي عليها منذ الصبا صح تنسيها كل شيء تخفي على كل شيء تظن كل شيء. أنا قيدت في عقلي كنت تتكلم لا تضبط شيئا مسكينة لأنك تتحكم في العقل والنافوخ والتاج صح ولا لا؟ عادي هذا الباشا حمو بجلالته مكانه وعرشه وتاجه وصولجانه وجنده الله عز وجل دمرت حياتها باشا دمرت حياتها. أعطيك مفاجأة عشقت قلبها وروحها مع أنه من وتكاثر نعم أنا كنت أسمع قل لي أخبرني ها؟ أنت تعلم أنها مظلومة صح؟ وأنت تعلم أنها تعتصم بالعروة الوثقى مفهوم؟ وأنت تعلم أنها محبة للخير صح؟ وأنت تعلم أنك اختبأت داخلها السنين عادي وجعلت الرقى يحاول الجاهدين
وأنا أتشرف أن أكون أخا ومساعدا وأتشرف. جزا الله خير، جزا الله تعالى خيرا. وأنا الآن في مدينتي بإذن الله جل وعلا وقريب منهم. طيب الآن أريد منك أمرا، طلبا، ما الذي يحول بينك وبين أن تضع يدك في يدنا لنكون قوة في الخير، معطاءة بالفضل والخير؟ ها؟ وأخبرني، أنا معك، أنا عون لك بعد الله، وأنت بإذن الله بعد إسلامك عون لنا بعد الله، ونتعاون على البر والتقوى طاعة لله. أبشر. ولا تميل من الصدق حتى ولو يكون عندها كيسا واحدا. أبشر. أبشر. لم يكن عندها مال وتصدقت وجاءت هكذا قدمنا لها مال. أبشر. أنا أرجمي أرجو أن أسأل الله، اسمعني، أنا أدعو الله تعالى بصدق، أسأل الله تعالى أن يجعلك ملكا مهابا قويا شامخا بالإسلام. أبدا أنا؟ لا، من ممن أرادوا أن يستخفوا بأحكام الله، لكن ممن نرى فيهم نورا وخيرا، ندعو الله لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، والقوة التي عندهم في الكفر تكون أعظم وأكمل وأشمل وأنقى في الإسلام، والملك الذي عباهم الله فجعلوه في الكفر يكون أسمى وأنقر، يكون ذهبي وصافي وعلوي ونوراني في الإسلام بإذن الله تعالى. هذا ما نرجوه، نريد أن تبقى على القوة لكن في الإسلام، على 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 الذكاء لكن في الإسلام، هذا ما نرجوه، نريد فئة مسلمة ذكية قوية بإذن الله تعالى. وحوربت على حتى زوجها، ولو من يراهم يقول ها هدى لسعادة إلا أن تعطي له هيبة. أبشر. يا رب تدعو ربها، يا رب تعلم بحالي، هم من أنت تراني وهم لا يرونني. أبشر أبشر. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أسمعت يا باشا حمدي هذه لك، أعيدها عليك، إنها قوية قوية. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأغنى.
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أسمعت هذه لك؟ هذه من الله لك، من الله عز وجل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. هذه من الله إليك، رزيدك كلام عذب جميل من الله سبحانه وتعالى. هو كلام الله، فاسمع ماذا قال الله عز وجل. فإني والله أرى فيك، فوالله إني أرى فيك خيرا، أرى فيك خيرا. هيا إلى الله عز وجل، هيا إلى الله. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. أسلم الكثير من جنودك، نريدك أن تكون قويا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الجواب كيف هو أي وحدة؟ اسمع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تقتلوها كفى.
توقف وإلا قتلتها. طيب اسمع جيدا. يا الله اسمع ماذا قال ربي وربك. باش أحمى باش أحمى ومن معي ومن معي من معي. طيب ومن معي شمهروش هو يتحدى وظن أنه حينما بدأنا في سرد الآيات وهي القرآن نزل حتى لا يهتدي أو يتأثر وظن أن لن نقدر على أن نصل إليه. هكذا أنت جبان هكذا أنت جبان في النزال والقتال وتستأسد على أمة ضعيفة يا جبان. اسمع باشا أرجو أن تكون قوة في الحق والعدل يرفع الله بك أعلام ويرفع الله بك الحق وتكون في سيد الرجال. اسمعني من الآن أن تكون ناصرا للحق والمظلوم ناصر الحق والمكلوم ناصر الحق والمسحور لا لعين الشيطان وهرم الشيطان وجبل الشيطان ورمث الشيطان وسحر الشيطان وقوة الشيطان. كتسمع ولا لا؟ صعد باشا حام صعد ويقول لي أنا أحفظ عهد الشيطان بهرمه وجبله وقوته وأضلاعه وزواياه وخفاياه. صح أم لا؟ اتصال الباشا حام بهذا البلد يرجو إلى السحر العظيم على السلالة والزهرية. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سنأتي إلى العرق المحمدي والنسل المحمدي والصفاء المحمدي سنأتي إلى محمد رسول الله سنأتي إلى نساء النبي سنأتي إلى كل ما يتعلق بالزهرية الطيبة المباركة. فارتقب من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل. اسمع اسمع. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين. قلت لها يوما من يقول محمدا حتى يعرف ماذا فعل. أجابه
تحمل كتاب ربها وتبكي وتقول انا لوحدي ولكن قالت ان الله معي، من لي سواك يا رحمن؟ انا اصدها عنه، لن تذهب الى هذا المسجد النبوي، لن تذهب، لانها مباركه. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنها. سنأتي إلى كل هذا بإذن الله تعالى، وهو كل هذه الآيات موردها وموضع إن شاء الله في تبيان سر العرق الطيب المبارك الموفق النوراني، والذي عليه الماسونية والأبائس والصحة مفهوم الأجداد الأصل والنسب العرق. ونبين بإذن الله أنكم على خير حينما جئتم، وجعلكم الله تعالى في استماع وإنصات، فمن اهتدى فقد فاز فوزا عظيما. والهداية إلى قلوبكم سهلة يسيرة، لأن العرق نافع بفضل الله، والأصل ينفعكم بإذن الله، وكذلك الدم ينفعكم بإذن الله، وطيبة النفس تنفعكم بإذن الله، كما أن السماحة والشيم التي حب الله بها هذه الروح تنفعكم بإذن الله، كما أن الإقبال على باب البر والخير نافع لكم. فكل هذه الأخلاق والشيم والمواقف آثارها النورانية لا تضيع، تبقى في الدماء وتبقى في الأبدان وحولها، وهي حارقة للغل وللسم والسحر، وحارقة للشر والكفر. لكن مع مكثكم وبقاء كفركم فإنها نافعة لكم في ذهاب ما يقربكم بين الإيمان والبر. وحينما نذكر بها من كلام الله جل وعلا تقوم هذه الهالة وتنهض بإذن ربها وتتقوى فتجري في دمها، مما يعود عليكم بالنفع أو عليكم بالحرق والصعق، لأنها باقية جرت بحكمة الله وبنعمة من الله. فأنا أذكرك باشا حمو وأنت تعلم ما جرى من خير على أناملها وأكفها، وأذكرك وأنت تعلم ما جرى من ذكر على لسانها وشفتيها، وأذكرك وأنت تعلم ما جرى من خشوع ودمع من جفنها وعينيها، وأذكرك وأنت تعلم ما جرى من خشوع وتدبر وإجلال عظمة الله في عقلها ومخها، وأذكرك وأنت تعلم ما جرى في قلبها وصدرها من حب لربها. وهذا كله إن شاء الله تعالى حينما نذكر بما يناسب من دعاء ومن آيات، اعلم أنه ينزل عليك إما برا وسلاما أو حرقا ونارا. وأنت الباشا حمو تحبس شمها روش عن الإسلام والإيمان والاستقامة لسنة النبي العدنان. أنت الآن تحبس الإنس والجان عن نور الله فتحارب الله تعالى، تبارز ربك جل وعلا. كيف؟ الضعفاء من المسلمين الذين كانوا يدبون عنها هم معك سجنتهم. قال هم الآن في سجن عندي سجنتهم. ألا تعلم أن بآيات من آيات الله تعالى يفك الحديد والأصر والسجن والحبس الذي عليه؟ كأنك تقول وهذا لسان زعمائهم في الكفر أن ربكم لا يقدر فاشل ونبيكم فاشل.
اسمع، هكذا يتهم القرآن بعدم القوة والنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الحكمة. فإذا نصرت الله تعالى ونصرت كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورأوا القوة في نصرك لهذا التوابت جاءوا إلى الله أفواجا. من أجل هذه العقول شرع الله تعالى بابا يسمى باب الدعوة بالرماح، حتى تفتح أبواب فتهتدي يهتدي من أرادوا البر بعقل وبحكمة وبصيرة وشرح صدر لكن كبارهم يمنعونهم. قال الله تعالى في سورة التوبة: قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. أئمة الكفر في كل بلد يمنعون العقلاء من الإسلام، يمنعون العقلاء من الإيمان. هذا حال الباشا حمو في هذا الوقت الآن، وأسأل الله أن يهديه إلى الإسلام، لأني أرى أن الله تعالى أنا أريد أن تكون أنت كذلك من أهل الفقه والدين ومن أهل العلم والدين والخير والدين. أرجو أن تكون عارفا بأحكام الله، عارفا بنور الله، ذاكرا شاكرا لنعم الله، أن تكون موفقا بتوفيق الله، وأن تسعى لرضا الله سبحانه وتعالى فتذب على المسلمين والمسلمات لا عن الصحراء والمشاوير والمشاويرات. أي نعم، قد يكون أسلم من الكفر لكن لم يسلم من العشق والفحش. فهمت الذي تكلمت لي عنه قبل قليل. لأنه يريد أن تدخل وهي لا تريد. هي تقرأ كل شيء ولكن عن بعد وتطرح المساحة وهكذا، وهو يؤذيها يؤذيها يؤذيها. أنت تعلم ما أريدك. فهمت عليك. وقد فعل المستحيل، يدخل بيتها وصرفته. صرفته تخاف ربها. تلك حدود الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أسمعت. وكان الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما. هو الله باشا حمو، هذه رسالتي إليك. أسأل الله تعالى أن يأتي بك مسلما أنت وشمعوش. أوذيت على النسل والسلالة والموروث والزورية والدم والعرق الطيب، وأوذيت في الصبا والصغار، فأوذيت في الجمال والكلام والعقل والفهم والزواج والزوج والأبناء، السحر في الكفن وأصحاب أخرى من الصغار مع الموتى
أصحاب الأقارب وقارباتي. علم وهناك فئة مسلمة مستضعفة مسجونة، هناك شمهر شجر الإسلام لكنك تمنعه. أنت الباشا حمو، رأيت ذلك في نظراته. لا نطق وتكلم معنا لكن ما قال الإسلام، لكني تفرست ذلك في نظرته وفي كلمته، وعلمت أنه مسالم طيب يريد إسلاما، لكنك تأخذ على ناصيته. فسيسلم لله أليس شمهروش؟ من أراد أن يتحرك بالخير فصعدته. أليس شمهروش؟ شكون هو؟ قال أنني شمهروش، وقال أني مسيح الآثار والملابس والكفن، وقال وقال، أليس كذلك؟ طيب إذا تكلم ونطق واعترف. شمهروش أعزك الله ورفعك الله وغفر الله لك. ستكون معكم إن شاء الله جلسة طيبة مباركة مع شمهروش والباشا حمود. كيف؟ ماذا قلت؟ هذا قلت لغزة بها كفاك كتابك الذي تقرأ علي هكذا. طيب ما علمت نحن في بداية السير والله معنا، أبشر بها. إذا أرتب أوراقك، نحن مع حمو باشا حمو وشمهروش في موعد فيه خير وبر وقرآن ودعاء ومناجاة للرحمن، وفيه وعظ وبيان بإذن الله جل وعلا. سيكون لنا لقاء إن شاء الله تعالى مع الباشا حمو ومع شمهروش بإذن الله جل وعلا، لندرس فقها واقعيا كيف أثر في سيرها وكيف أثر في سيرتها، لكن ما استطاع أن يؤثر في سيرتها. فركز معي جيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونحمد الله بحمد الله بدأنا وبحمده نختم مجلسنا الطيب. نحمد الله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يصل إلى عروقها وورينها وشريانها، به تفك العقد التي على ناصيتها وقافيتها وقلبها، وعلى من أسلموا في بدنها. أصلح الله حالكم وردكم إلى أهلكم سالمين، وهدى الله جل وعلا كل من لامس عرقا أو عصبا أو عظما أو قطرة دم في جسدها. هدى الله كل نفس تعي أنها موكلة مأمورة، وجب عليها أن تعلم أن الأمر من الله عز وجل. والنفس الطيبة تسعى في فلاح وصلاح بنور وبحق وعزيمة،
وما أمروا إلا ليعبدوا الله فلا يطاع من أساء الأدب مع الله ولا يطاع